السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة التي هي بعنوان حقيقة السحر. في هذه الحلقة نتكلم عن أنواع السحر وأقسام السحر. لا شك أنواع السحر وأقسام السحر مرتبط بطرق استعمال الساحر لعمل السحر ونوع المسحور. أما بالنسبة لتعدد أنواع السحر فهو يتعدد بتعدد الاستعانات التي يستعين بها الساحر في تحقيق غرضه. فمن السحرة من يستعين بالكواكب، ومنهم من يستعين بالجن، ومنهم من يستعين بالنفخ في العقد، ومنهم من يستعين بكل ذلك. أما السحرة الذين يستعينون بالكواكب كسحر الكلدانيين، وهؤلاء كانوا قوما صابئة يعبدون الكواكب، هم قوم بين اليهود والمجوس، ليس لهم دين معين، جاءوا قبل اليهود، وبعضهم ذكر أن الصابئة قوم يعبدون الملائكة. يعتقد الصابئة أن الكواكب هي المدبرة للعالم، وأن حوادث العالم كلها من أفعالها، وقد قادهم هذا الاعتقاد الباطل إلى اعتقاد أن لها إدراكات روحانية. فإذا قوبلت هذه الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور، مع إقدامي على أفعال خاصة وألفاظ يخاطب بها الكواكب، كانت روحانية الفلك مطيعة له، فمتى ما أراد شيئا فعلته له على حد زعمهم. وقد بعث الله إليهم إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم، كما أنهم يقولون أنهم يعبدون هذه الكواكب ويتقربون إليها، ويقولون هم آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة. وتأتي الاستعانة بالكواكب على أنواع أيضا. نوع يسمى بالطلاسم، وهو عبارة عن نقش أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهلها، في جسم من المعادن أو في غيرها تحدث به خاصية معينة. ونوع يعتمد النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقد أن لكل نجم منها تأثير حال انفراده، كما أن له تأثير حال اجتماعه. هذه الكواكب لها دور في غلى الأسعار، وقوع حوادث، هبوب الرياح، حريق، زلازل. أيضا هناك نوع يعتمد النظر في منازل القمر 28، معتقدين التأثير في اقتران القمر بكل منزل منها ومفارقته، وأن في تلك المقارنة أو المفارقة سعودا أو نحوسا أو تأليفا أو تفريقا وغير ذلك، فيقومون بالسحر عن طريق ذلك. ونوع يفعله من يستخدم الأرقام لحروف الهجاء أبجد هوس، المسمى بعلم الحروف، وهو أن يكتب حروف أبجد هوس ويجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عنده، ويطرح طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا. بهذه الطريقة يعمل السحر. هذا بالنسبة للتعاون مع الكواكب. أما الاستعانة بالأرواح الأرضية، وهم شياطين الجن اللي يتعامل به السحرة، فإن اتصال بني آدم بهم ممكن، وهذا الاتصال يحصل بشيء من الرقى والبخور والتجريد، وعندما يتحقق الاتصال تحصل الاستعانة ثم الإعانة، لكن ذلك لا يكون دون الشرك بالله تعالى. وهناك قسم آخر يستعمله السحرة، وذلك بالنفخ مع ريق خفيف، وهو المقصود في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن في كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر، وذلك إذا كان المسحور غير حاضر، أما إذا كان حاضر فينفثن عليه مباشرة، وهذا كله بعد أن تتكيف نفس الساحر بالخبيث والشر الذي يريده بالمسحور، ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري. وكان من هذا النوع سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله بالنسبة لعمل الساحر للسحر. أما بالنسبة للتأثير على المسحور فهو على أنواع حسب ما
يقوم به الساحر أو ما يطلب من الساحر عمله. مثلا السحر تفريق المرأة عن زوجها، تفريق الزوج عن زوجته عن طريق الاستعانة بالشياطين والجن، بحيث يجعل الرجل القوي لا يقدر على مباشرة زوجته، ويجعل المرأة تتمنع عن زوجها، وهو من أخطر أنواع السحر، لأنه ينتج عن ذلك الشر والفتنة والفساد في العائلة. هناك سحر آخر يعمل للمسحور، سحر الجنون، أعراضه الشرود في الذهن، نسيان، الهبل والخبل، يجمع ذلك كله على عدم القدرة على التحكم في نفسه وتصرفاته، وسبب هذا اقتران الشيطان بالمصاب وتأثيره على مخه. ولا يخفى أن ليس كل مجنون هو بسبب اقتران الشيطان بالإنسان وسيطرته على مخه، وإنما هناك أنواع أخرى أسبابها عضوية، ويرجع في تشخيص كل حالة إلى الطبيب المختص. هناك نوع سحر يعمل للشخص يسمى سحر المرض، وهذا النوع من السحر يأخذ شكل من أشكال مرض من الأمراض، إلا أن سحر المرض يختلف عن الأمراض العضوية في أنه ربما انتقل من موضع في الجسم إلى آخر دون ما سبب محسوس. مثلا نضرب مثال على ذلك، عند إجراء الفحوصات الطبية على المسحور يتضح أنه مصاب بالضغط والسكر، وربما حصى في الكلى، وفي اليوم التالي يجري فحوصات طبية فيجد نفسه سليما تماما، مع العلم أن التقارير اللي معه من أمس غير التقارير التي تظهر اليوم. وهذا النوع من السحر أصيبت به عائشة رضي الله عنها من قبل جارية لها، عندما قالت إذا مت فأنت حرة، فأسرعت في عمل سحر لكي يقتلها، لكن فشل سحرها وشفيت عائشة رضي الله عنها. نوع آخر من السحر يسمى سحر المحبة، يقوم الساحر بطلب من المتقدم إليه ليعمل له سحرا يحبب زوجته أو غيرها فيه، أو ليعمل للزوجة سحرا يحبب زوجها أو غيره فيها، وذلك بأخذ أثر من آثار المسحور، فتظهر أعراض هذا السحر المرضية، وقد ينقلب السحر على الساحر فيكره الزوج زوجته كما يكره كل النساء معها، حتى يكره أمه أخته، لأن السحر قد يكون مزدوجا بحيث يعمل ليحب زوجته ويكره من سواها، فيكره أمه وأخته وعمته وخالته. ومن أعراض هذا السحر الشغف والمحبة الزائدتان، وكذلك الرغبة الشديدة في كثرة الجماع وعدم الصبر عنها، التلهف الشديد لرؤيتها، طاعته لها طاعة عمياء. ومن ظهرت عليه هذه الأعراض فليس بالضروري أن يكون مصاب بسحر الحب، فقد تظهر على غيره ممن بلغ به العشق والهيام مبلغا عظيما، وعليه فينبغي فحص الحالة عند المختص. هناك نوع آخر من السحر، سحر التهيج، وهذا السحر من أفحش ما يكون، إذ يجمع بين السحر وطلب الفاحشة، حيث يسعى الساحر إلى تهيج قلب طرف ذكر كان أو أنثى لمجامعة الطرف الآخر، فيزداد تعلق وحب له. هناك نوع آخر من السحر، سحر الخمول، من أعراضه انطواء الشخص، العزلة، الصداع الدائم، فيحب المسحور الوحدة والصمت الدائم والشرود الذهني والسكون. أيضا هناك نوع آخر، سحر الهواتف، بحيث يرسل الساحر جنيا ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في منامه ويقظته، فيتمثل له الجني في المنام بالحيوانات فيتعبه ويقلقه دائما وأبدا. هذا ما أردنا أن نبينه في هذه الحلقة، حتى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.